بمشاركة مميزة انطلقت فعالية بطولة ليبيا للكاراتيه لمنتخبات المناطق التي شملت كل من المنطقتين الوسطى والغربية وطرابلس الكبرى. البطولة التي احتضنتها قاعة التصدي بمصراتة جاءت بمشاركة ما يزيد عن 90 رياضيا يتنافسون استعدادا للاستحقاقات القادمة بإشراف 18 حكما يراقبهم الحكم الدولي نضال بودقة. المستوى ممتاز، عدد الرياضيين زاد على الأول في المنطقة الغربية، وإن شاء الله يعني المنطقة الغربية يعني هتخدم مستوى يليق بالرياضة الليبية في المحافل الدولية. فعاليات البطولة تخللتها منافسات عديدة يتقابل فيها لاعبون مميزون بغية الحصول على مقعد لهم مع المنتخب الوطني للكاراتيه الذي سيشارك في أغسطس القادم بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تراجوانا الإسبانية، والبطولة العربية بمصر المقرر إجراؤها سبتمبر القادم. ما شاء الله، قصدي إن شاء الله يكون يمثلوا ليبيا في أحسن تمثيل إن شاء الله بإذن الله. كان شوي يزيدوا شوية اهتمام، شوية قصدي الدولة الليبية تهتم بهم شوية، إن شاء الله يكونوا من أفضل الرياضيين في العالم إن شاء الله. وتظل الرياضة في ليبيا تواجه صعوبات عدة بسبب الأوضاع المالية التي تشهدها الاتحادات الرياضية، ومن بينها اتحاد الكاراتيه، ما يجعل محبي الرياضة يناشدون المسؤولين دعما ماديا ومعنويا أكثر حتى يتسنى لهم تنظيم بطولاتهم المحلية وتمثيل ليبيا في المحافل الخارجية.